حياكم الله مشاهدينا ووقفتنا الحوارية الأولى في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح تكون مع المهندسة عبير أحمد الهديب، مهندسة ديكور بإدارة الفنون التشكيلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واللي راح تكلمنا عن مهرجان القرين وأهميته الثقافية والتراثية على مدى 25 سنة. حياك الله مهندسة عبير، سعيدين جدا بتواجدك معنا. أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على الاستضافة. حياك الله مهندسة، أكيد راح نبلش حوارنا معاك ونبدي وعندنا أسئلة كثيرة، لكن من بعد مشاهدة هذا التقرير. أصبح مهرجان القرين الثقافي من أهم المهرجانات الثقافية على الساحة العربية، سواء من ناحية تنوع الأنشطة وكثافتها أو من حيث طول الفترة الزمنية. وتحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أن تقدم في كل دورة من دورات المهرجان جرعة ثقافية وفنية جديدة ومتنوعة تغطي جغرافيا العالم من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بأوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، وفي قلبها مجلس التعاون الخليجي. عبير، ودنا أن نتكلم عن مهرجان القرين الثقافي في دورته 25 بشكل عام. مهرجان القرين الثقافي طبعا سلسلة من المهرجانات اللي قدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مدار السنة، لكن يمكن هو أهميته أن تشارك كل الإدارات في هذا المهرجان، يكون نسبة كبيرة مثلا من ضيوف المهرجان متواجدين. يعني هالسنة عندنا 170 ضيف، حلو، تقريبا 58 فعاليه راح تكون في هذه الدوره ال25. نعم. يعني فعاليات مختلفه، من عروض موسيقيه، من ورش، من عروض مسرحيه، ايضا فعاليات كثيره، ندوات كثيره. طبعا راح يكون في بهالمهرجان توزيع الجوائز التشجيعيه للفائزين في سنة 2019. حلو. إذا بنتكلم مهندسة عبير على الأنشطة الفعاليات في هذا المهرجان، خصوصا المتخصصة في الفنون التشكيلية. أي طبعا راح تكون موزعة طبعا في هذه الفترة اللي هي مثل ما انطلقت الفعالية في يوم 8، راح تستمر إلى يوم 25 من هذا الشهر الجاري. مختلف عندنا طبعا كإدارة الفنون التشكيلية، عندنا معرض فن تشكيلي خاص لأحد الفنانين، وعندنا معرض هذا اللي يقام سنويا اللي تشارك فيه كل الفنانين اللي في الكويت. عندنا راح يكون في ضاحية العدواني. نعم. وأيضا عندنا هالسنة مختصين حق الشباب، فئة الشباب اللي أقل من 29 راح يكونون في صالة معجب الدوسري في مشرف، هم لهم معرض خاص فيهم، خاص هذا فيهم الأول شباب. هذا لأول مرة. حلو. يكون ممتاز. فإحنا حسينا إنه يعني طول السنة إنه لازم إنه يكون في فعاليات خاصة حق فئة الشباب، فاهتمينا إنه تكون لهم معرض خاص فيهم. جميل. حلو. طيب شنو الهدف من يعني نقدر نقول إقامة مثل هذه الورش والمهرجانات بشكل عام؟ لها دور كبير، يعني انت ما تتصورين التفاعل اللي يصير بين الفنانين. يعني انت تشوفينهم ان الفنانين يلتقون ببعض في هذه المعارض. طبعا لما تشوفين كل فنان عنده بعد ثقافي يختلف عن الثاني، عنده توجه خاص في نوع من الفن، راح تشوفين الناس اللي قاعده تقدم فن مثلا الخزف، المشاركين في الخزف، نوع من الصور مثلا الفن البورتري او الفنون باجمعها كلها، فتشوفين تجمع كبير من اللوحات الفنية الحلوة. جميل جدا. مهندس عبير، يعني البعض يتساءل شلون ونقدر نربط ما بين نجاح هذه الورش وأيضا الدراسات الأكاديمية. الدراسات الأكاديمية اللي أنا مختصة فيها. بالضبط. هي طبعا هي ساعدت هذه الورش. هي طبعا يعني الحمد لله أن أنا دائما أقول محظوظة أن أنا تخصصي. نعم.
ودراستي وموهبتي وعملي كلها اجتمعت في مكان واحد اللي هو الفن التشكيلي في المجلس الوطني. فالورش إذا بنتكلم عنها هذه خاصة اللي أقدمها أنا في ورش الأطفال. جميل. تصير في إحدى أيضا المهرجانات. إحنا أنا مثل ما قلت لكم أن في المجلس الوطني سلسلة من المهرجانات. صحيح. عندنا في الصيف مهرجان الناشئة. عندنا صيفي ثقافي. هذه نختص إحنا حق الطفل. والطفل اللي بجميع مراحله العمرية. نقدم له الورش الحرفية اللي يستمتع فيها. يعني قضي أسبوعين تقريبا. يوميا يكون معانا من 3 إلى 4 ساعات يستمتع بهذه الورش اللي هو يحب انه يمارسها ويشتغل فيها. يعني نقدر نقول ان الشريحه اللي يتم التركيز عليها في مهرجانات الطفل هي فقط الطفل؟ طبعا احنا نهتم حق الطفل ونهتم بعد ايضا جانب اولياء الامور الام والاب والاسره بصوره عامه انها تتواجد ايضا مع الطفل. يعني احنا عندنا مسرحيات تقدم حق الطفل ايضا. وعلى فكره جميع عروضنا وجميع الورش وجميع الفعاليات في المجلس الوطني تكون دعوه عامه للمواطنين للمقيمين لكل اللي موجودين في الكويت. الدعوة عامة وشرائح مختلفة. بشرائح مختلفة يعني من الصغير للكبير. وأيضا يعني حتى إحنا في بعض البرامج الثقافية اللي نقدمها باللغة الإنجليزية. نعم. حق المهتمين يعني كثير مثلا من ندوات تقدم أو يون مثلا الضيوف باللغة الإنجليزية. نعرض طبعا الورش اللي عندهم أو أي نشاط ثقافي. يعني طول السنة ما يقتصر. يعني يمكن الانطلاقة تكون من مهرجان الجرين دائما اللي هو سنويا يكون شهر واحد لكن يستمر طول العام. جميل جميل. نعم. جدا. طيب ماذا عن المؤسسات الحكومية المتعاونة نقدر نقول معاكم في إقامة هذه المهرجانات أو مهرجان الطفل بالتحديد؟ والله نشوفهم صراحة سباقين يعني متعاونين ونشوف تواجدهم خصوصا عندنا اللي هي اللجان اللي تتفاعل مع مثل هذه المهرجانات. نشوفهم يعني كهواة مثلا هواة الطيور نشوف انهم موجودين. حماية البيئة كثير من اللجان يعني التطوعية تحسين انه هم حريصين على انهم يكونون موجودين طول العام معنا. فيكون في تفاعل بينهم وبين يعني مثلا جروب المجلس الوطني. حلو. نفسه. فتكون هم عندهم اصلا هم بعد يعني شريحة من الاطفال شريحة من الناس اللي متعاونة معاهم ينضمون الى فعالياتنا. ممتاز. اذا بنتكلم عن حاليا مهرجان القرين يعتبر هو اول المهرجانات لانه في بداية العام. يعني احنا نقول بس هو طبعا طول السنة احنا عندنا السنة. يعني بالاضافة الى مهرجانات المسرح هذه الثابتة. يعني تونا الحين شهر 11 خلص عندنا. صحيح. مهرجان المسرح بالضبط. وهذا من اهم بعد المهرجانات يعني اللي تصير من هذا الشهر ولغاية اخر السنة. الحمد لله المهرجانات ومثل ما قلت الدعوة يعني حق الكل ونتمنى مزيد من التفاعل طبعا. يعني واحنا في الانستغرام والتواصل الاجتماعي كله يعني شلون شايفين ردود الافعال؟ جميلة جدا. والناس يعني قاعدة تتابع على طول سواء بالسناب ولا بالانستغرام. نعم. ماذا عن المشاركات يعني مشاركات نقدر نقول مثلا خليجية في هذا المهرجان أو عربية حتى يعني؟ لهم طبعا يعني مشاركات بس احنا الاهتمام طبعا في الكويت. هذا أهم شيء. يعني مثلا عندنا مثل الانطلاقة هالسنة هذه كانت حق الأستاذ عبد العزيز البابطين. هو يعني طيف المهرجان. جميل جدا. والحلو أن في كل مهرجان تكون في هناك شخصية. طبعا شخصية المهرجان يتم تكريمها ويتم تكريم مثل ما قلت الفرق الفائزة إذا كانت في جوائز إذا كان هناك مثلا تنافس بين مثلا عروض مسرحية تكون. نعم. إيه يعني نعم. مهندسة عبيرة وصلنا معك للختام. إذا حابة تقولين كلمة أخيرة تفضلي. كل الشكر. والله أشكركم وما قصرتوا وإن شاء الله أنا من يعني أقول إن الحين عندكم وقت إن الكل يجي ويشارك. نعم. ويكون متواجد معنا في المجلس الوطني مع برامجنا إن شاء الله. كل الشكر لك مهندسة عبيرة. أكيد مستمرين معاكم مشاهدينا لكن من بعد هالفاصل.